بالتوفيق لي. اسلام محارب برضه هينضم لي في هذه اللحظات. اسلام بقول لك مبروك المكسب، ومكسب مهم جدا للنادي الاهلي واول بطوله ليك مع النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ببارك طبعا للفرقه كلها وللجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله طبعا على اول بطوله، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله مزيد من البطولات، وبارك لجمهور النادي الاهلي كله وللجهاز والناس كلها ان شاء الله. اسلام اسلام يعني بطوله مختلفه مع الاهلي واجو مختلف، والكابتن حسام بيعتمد عليك في الاوقات الصعبه. الحمد لله طبعا، وانا الحمد لله كنا على عند ثقة الجهاز الفني في كل ما بنزل الحمد لله، وكنا عند ثقة الجمهور كلها، وطبعا اول بطولة ليا بطولة غالية جدا الحمد لله على اول بطولة. شايف الفترة الأخيرة بتنزل في ماتش الزمالك بتأدي المطلوب منك، ممكن ما تكونش أساسي لكن ليك دور مهم جدا زيك زي اللعيب الأساسي، الهارموني ده بينك وبين الجهاز الفني مع اللاعبين شايفه إزاي؟ عشان ممكن الناس تقول لك ما اسلام محارب بيأدي بشكل كويس، ليه ما يبدأش أساسي؟ رغم إنه ممكن يبقى ليك دور في جزء معين من المباراة ما يفرقش عن اللاعب الأساسي. والله أنا بنزل، بس أهم حاجة أما بنزل بأدي اللي عليا وبعمل الجهاز بيطلبه مني علشان أكون شكلي كويس والفرقة، أهم حاجة نكسب وأهم حاجة النتيجة، وأساسي دي حاجة بتاعت الجهاز الفني ووجهة نظر، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي حاجة طبعا يعني. قول لي بقى إيه الدور اللي الكابتن حسام بدري بيكلفك بيه بتنزل، اللي بصراحة أنت مجرد ما بتنزل بتقلب شكل الملعب بالذات في الناحية الهجومية يا إسلام؟ الحمد لله. والله هو على حسب كل ماتش وليه ظروفه، يعني كل ماتش بنزل في مكان يعني مش نفس الاماكن بنزل فيها كل ماتش، يعني كابتن حسام بيكلفني بكذا حاجه في كل ماتش ليه ظروفه، يعني على حسب الماتشات وحسب النتيجه بنزل في المكان اللي الكابتن حسام بيبقى عايزني فيه. الحمد لله بأدي وببقى كويس الحمد لله. اول بطوله للاسلام الحمد لله كابتن فتحي طبعا.